السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض الدرس الثالث، وهو التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي. Decimal to binary conversion. Two methods. Method 2 إن احنا نقسم باتنين. بس قبل ما ناخد method 2 تعال نشوف الطريقة الأولانية اللي احنا سميناها طريقة اسمها check. فبنقول 1 2 4 8 16 32، بضرب في 2 يعني 64. اوكي 128 256، وهكذا. طيب بعد كده، بعد ما نعمل كده بنحط الوزن بتاع الرقم، كل رقم. فهتقول دي 2.0، 2.1، 2.2، 2.3، 2.4، 2.5، 2.6، 2.7، 2.8. تمام. طيب كده انت 100 100. نبدأ بقى في التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي. أول طريقة اسمها collection، التجميع. أول طريقة بنسميها التجميع. أوكي، تجميع إزاي؟ تجميع هو أنا كمثلا أنت عايز تحول من نظام عشري لنظام ثنائي. زي مثلا أنت عايز تحول كام؟ 10 بلاش 12 بالنظام العشري. عايز تعرف دول كام ديسيمال، كام باينري. اوكي، بس ال 12 دول كام؟ احنا قلنا بناخد اقرب الارقام اللي تجيب لي الرقم ب 12. يختار كده اقرب الارقام 4 و8. اخترت 4 2 و4 10. هل في رقم تاني؟ يعني 2 و8 هيبقى 10، و4 14. لا ما ينفعش. طب ايه 4 و2 6 و8؟ ما ينفعش. طب ايه اقرب رقمين؟ خلاص ما فيش الا الـ4 والـ8. شوف انا بفكر كده، 4 و8 12. طيب يبقى انا مشيت كده، اللي انا خدته، اللي انا خدته الرقم اللي انا خدته بحط عليه 1 زي ما اتفقنا 1. طب انا مشيت كده مش عديت على 1 اخدته؟ لا ما خدتوش، حط عليه 0. طب الرقم اللي بعده اخدته؟ لا ما خدتوش، يبقى 0. يبقى رقم الباينري بتاعك هو 0011. عايز تعمل عليها تشيك برضو، بنقول كده 1 2 4 8، واجمع، اجمع الارقام، اجمع الارقام اللي عليها واحد بس، فبنشيل الزيروز. يبقى 4 و8 12، يبقى الرقم ده مظبوط. دي اول طريقة اسمها طريقة التجميع، دي يعني طريقة جميلة جدا. تعال ناخد مثال كمان. اوكي دي اول طريقة، طريقة التجميع. تعال ناخد اول مثال كمان على نفس الطريقة دي. زي مثلا انت عايز تحول 16 بالنظام العشري، عايز تعرف كام بالباينري، بيساوي كام باينري. طيب نمشي كده، 1 و2 3 3 و4 7 7 و8 15. مش تنفع، ما جابتش 16. طيب ما فيش الا قدامي حاجة واحدة بقى، صح؟ ايه اللي هي 16 نفسها؟ بحط 1 هنا. هل في رقم، يعني هل في رقم قبل 16 ينفع لو جمعته يجيب 16؟ 8 و4 12 و2 14 15، مش هينفع. فالرقم الوحيد اللي يجيب لي 16 هو رقم 1 فقط، بإذن الباقي هيبقى 0 0 0 0. يبقى 16 هي 0 0 0 0 1. عايز تعمل تشيك كمان عندك في الآلة، لو دوست على مود اللي هي آلة اللي هي كاسيو FX991ES+، دوس على مود واختار رقم 4 بيز ان، اكتب الرقم بتاعك اللي هو 16. اوكي، ودوس على لوج هيحولها لك باينري على طول اللي هي 0001. اوكي.
طبعا حاجة جميلة جدا. يعني الآلة بتعمل عليها تشيك، الطريقة دي تعملك عليها تشيك، يعني كل الطرق متاحة. إنك حتى بعد ما كتبت الرقم ممكن تكتب فوقيه كده بالرصاص 1 2 4 8 16، يبقى فعلا انت خدت 16 مظبوط كده. دي بنسميها أول طريقة، اسمها collection أو التجميع. الطريقة التانية بنسميها divide by 2، إنك الرقم، طريقة طويلة شوية شبيهة بالقسمة المطولة نوعا ما، وفيها باقي وكده. طيب بص كده، زي مثلا ناخد أول حاجة رقم زوجي، رقم زوجي مثلا 25. 25 بالعشري، عايز أعرفه ده بيساوي كام باينري. ماشي، أنا ممكن أحسبها من هنا. خلاص احنا عرفنا الطريقة دي. الطريقة التانية هو إن أنا أقسم الرقم ده على الأساس. أنت مش عايز تحوله من 10، عايز تحوله لأساس كام؟ أساس 2، يبقى تقسم على 2. يبقى تحط 25 بتاعتك وتقسم على الأساس اللي أنت عايز تحوله 2. طيب تشد خط كده أهو، أوكي، وتسمي الخط ده فوقيه كده، تكتب فوقيه مهم جدا طبعا الريمايندر اللي هو الباقي، الريمايندر بتاعك. تمام. طيب 25 على 2 احسب معايا، انا احسب لك اهو بالآلة عشان اكن انا بحل في الامتحان. 25 على 2 هيطلع 12.5. اوكي 12.5. ملحوظة، الكسور لا تحسب في الباينري، في هذه في النظام ده، يعني في النظام الباينري وانا بحسب 25 على 2 هي 12.5. اوكي، فما باخدش الكسور معايا. ليه؟ لان النظام الباينري هو 1 و 0، 1 و 0 في هذه الطريقة، في القسمة المطولة دي بالذات. طيب ملحوظة، طالما الرقم طلع فيه كسر حط 1 في الريمايندر، في مشكلة؟ وشيل النص من الرقم، مش انت قلت 25 على 2 فيها 12.5؟ اه، شيل النص ده خالص اهو، اوكي، بس حط مكانه 1 في الريمايندر. ايه اللي هيبقى لك؟ رقم 12، خده اكنه رقم جديد بقى 12، اقسمه على 2 فيها 6، 12 على 2 فيها 6. طالما رقم زوجي مفيش كسر خلاص، يبقى الريمايندر بزيرو. دي كده الطريقة بتاعت الايه، أبسط طريقة تحل بيها الريمايندر. طيب 6، ادي 6، اكتبها تحتك هنا رقم جديد، اقسم على 2. 6 على 2 فيها 3، 6 على 2 فيها 3. هل في كسر؟ يعني 3 وربع، 3.5؟ لا مفيش، يبقى الريمايندر بزيرو. 3 على 2 اهو جالك الكسر في الامتحانات طبعا، 3 على 2 1.5. اوكي، ده طلع فيه كسر، خلاص طالما فيه كسر يبقى حط 1 عند الريمايندر. اوكي تمام، اخر رقم اتبقى وشيل طبعا النص من ايه، من الرقم، هيبقى الواحد. 1 اقسمه على 2 هيبقى نص. اوكي، فيعتبر خلاص الرقم بتاعك طالما بقى نص، خلاص خد النص ده حط مكانه ريمايندر 1 ان هو اتكسر، هيبقى 0 اهو، خلاص 0 على 2 بـ0 بس، خلاص يبقى الرقم بتاعك هو الرقم ده. بنسمي اخر رقم ده وصلنا له، بنسميه ام اس بي، ام اس بي يعني most significant bit، most significant bit. واخر رقم فوق ده هو اسمه ال اس بي، least significant bit. اوكي، وبناخد الرقم من فوق لتحت او من تحت لفوق زي ما انت عايز، المهم تحط اللي فوق 1 0
زيرو وان وان، يعني انت بتاخد من فوق لتحت ومن من يمين للشمال، من فوق لتحت كده اهو، بتحط الرقم من يمين للشمال. ادي الواحد، بعد كده ادي الزيرو، بعد كده ادي الزيرو التاني، بعد كده ادي الواحد، سوري عشان هما اتنين وحيد، ادي الزيرو التاني اهو، وادي الواحد اهو، وادي اخر واحد اهو. تمام. طيب دي كده الطريقة التانية اللي هي اسمها الريمايندر او ديفايدد باي 2، ديفايد باي 2، ديفايد باي 2. طب ايه رأيك ما نعمل تشيك الطريقة دي؟ انت جبت دلوقتي رقم، هات 25 بالتشيك دي تبقى كام ثنائي؟ تعال نشوف. مش هينفع طبعا 32، خلاص يبقى احنا هنجمع رقم من يمين للشمال في هذه الطريقة. طيب 4 و16 20، 20 و3 23، ما ينفعش. طيب 16 و8 24، ماشي نفع. وايه تاني؟ ادي 16 و8 كام؟ 24، هيبقى ناقص واحد، يبقى 25، بس كده خلاص. يبقى الرقم بتاعك هو الاتي، ادي 1 1 1. حلوة الطريقة دي. طيب ده اللي انت خدته، الباقي ما خدتوش يبقى زيروز. 16 و8 24 زائد 1 25. اوكي اوكي تمام. 1 0 0 1 1، 1 0 0 1 1، مظبوط، او نفس الرقم. ادي الواحد، ادي الزيرو، ادي الزيرو، ادي الواحد، وادي كمان الواحد. ودي الطريقة التانية وهو divide by 2. وشكرا لحسن استماعكم. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح النظام الجديد وهو النظام الثماني. تمام. وان شاء الله الفيديوهات دي تكون سهلة وبسيطة. لو في اي سؤال ياريت تسألوه، وربنا يوفق الجميع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.